وفي السياق ذاته، فإن تنمية المواهب الفنية لدى الأطفال والشباب من أهم أولويات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل من خلال الورش المكثفة لصناعة الأفلام والعروض العالمية. وإذا الشرقي والتفاصيل. مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل في دورته الثالثة يعتبر نقطة الانطلاق وبداية جديدة لسينما الطفل في منطقة الشرق الأوسط من خلال عرض أفلام عالية الجودة من حيث الفكرة والمضمون وكل ما يتعلق بالإنتاج السينمائي لتحفيز الطاقات الإبداعية عند الأطفال والشباب. احنا كلنا نعرف ان السينما بشكل يعني معين في افلام معينه، لكن احنا في مهرجان الشارقة السينمائي نعرض افلام للاطفال من مختلف العالم. طبعا هذا اول شيء، وثانيا عندنا في افلام وثائقيه، افلام رسوم، افلام قصيره، افلام طويله، ففي تنوع كبير من اشكال الافلام اللي بتنعرض ان شاء الله في المهرجان، ومنها تشجيع الاطفال على صنع افلامهم. احنا من احد اهدافنا الرئيسيه تشجيع الاطفال لصنع افلام الخاصه بهم، في نفس الوقت تشجيع المخرجين الاماراتيين في صناعه افلام للاطفال. يهدف هذا المهرجان الموجه للاطفال الى تعزيز مواهب هذه الفئه وعرض نتاجهم السينمائي في المهرجانات المحليه والعالميه وتشجيعهم على تنميه ابداعهم الفني. هذا الفيلم سويته وكان عمري 15 سنة، وطبعا هذا الفيلم يعني يخص إمارة الشارقة أكثر لأني أنا من مواطنين إمارة الشارقة، وهذا الفوز يعني أضاف لي حماس، وأنا يعني إن شاء الله ستكون لي مشاركات يعني في السنوات القادمة في مهرجانات أخرى عالمية مو بس فقط في الإمارات، وأشكر الشيخة جواهر على دعمها للامحدود. جعل هذا المهرجان من إمارة الشارقة محط أنظار العالم لما أسهمت به من دور بارز في الارتقاء بالمنظومة الفكرية لتنمية الطفل كونه اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات. مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل يعد فرصة لاكتشاف مواهب الأطفال وتنمية وعيهم وإدراكهم بتقنية الفن السابع. لأخبار الدار هويدا الشرقي.